قولي يا بنت انيلك. فعل فعل ما تنفعش الدواء، ما تخليهمش يرفعوا حد اصلا اصلا، ما تخليهمش حد اصلا اصلا حد فانا هما الكلاب هذوما. نصور نصور يا سلام. خليهم يضربوا، لا غضبة، خليهم خليهم يحرقوا، خليهم ثوار مصراتها هم اللي هاجمين علينا. وشوفوا العائلات نصايب فيهم ومعسكرات في تورغة، مخيمات في تورغة، من الرعب ومن الدنيا. شوفوا ناس مرضى، كل ما سكر عند في اللي عنده ضغط، في اللي عنده سكر، في اللي يضربوا في النساء وما مخلين ما مدايرين فينا. شوفوا طلعوا فينا من نومنا من فراشاتنا، جايين علينا هادين علينا على الصبح. شوفوا لا احترام ولا تقدير، احترام كبير، ويضربوا ويهجموا في 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 المعسكرات داخل علينا. شوفوا السيارات الاسعاف الثقيله، ها سيارات السيارات الاسعاف الثقيله يضربوا في الاطفال والعزايز ويطلقوا في الرصاص. ها هذين المخيمات، شوفوا شوفوا هذا الثورة قالتنا مكي، هذا سوق حضاري ولا شني؟ هذا ما فهمناش شني، هل ترى هيك هي هيك الثورة تحطوا على الشيء هذا؟ الثورة هيك يديروا هم؟ هيك الثورة قامت بالشيء هذا؟ الثورة قامت ضد الظلم، وهذا الظلم بعينه. هذا شوفوا هذا الظلم بعينه، هذا الظلم بعينه. شوف الأسلحة الثقيلة، شوفوا لا تعتقد اللي خاشين بها يرهبوا في العائلات. شوفوا شوفوا ضرب النار، شوفوا اطلاق النار يضربوا فيه. هذا مش ضد الظلم راتو.
ردي هذه الثورة اللي يحكوا عنها، هذا اللي يبوه هم. شوفوا ما فيش شيء بكل معقولة. رأت وهذا المنظر.